اسأل. رجل يمتلك مال وربنا ميسر عليه المال وعنده من الأولاد 3 بنات، هل من الممكن هو يكتب المال لأولاده ولا البنات؟ يعني يكتب المال لأولاده البنات؟ ولماذا يحرم سائر الورثة وربي جعل للبنات 2/3 فقط؟ أنا لا أعلم مقدار الميراث يعني. عموما انا ما اتكلمش على ارقام، اتكلم ان الله جعل للبنات 2/3. تمام. لا يكتب لا يكتب الاولاد لا يكتب يعني. طبعا ان شاء الله.